هنبدأ الريفيجن مع بعض. المنهج بتاعنا مقسوم لجزئين، في عندي fluid statics والداينامكس، تمام؟ عندي الجزء الأول من المنهج بتاعنا بنتكلم عن الفلويد بروبرتيز، عرفنا إيه خواص الموائع، تمام؟ عندنا بناخد الدنستي والسبيسيفيك ويت والسبيسيفيك جرافيتي، تمام؟ وعرفنا ايه التعريف بتاع الدنستي والسبيسيفيك ويت والسبيسيفيك جرافيتي، وبعد كده خدنا القانون بتاع الايديال جاز لو، تمام؟ وفي قانون الايديال جاز لو عرفنا ان البي في بتساوي الام ار تي، والار ديت اللي هي الجاز كونستانت، والجاز كونستانت بتساوي الار بار على الموليكولار ويت، تمام؟ والار بار ده اللي هو اليونيفرسال جاز كونستانت على الموليكولار ويت، ومن هنا نقدر نجيب التمبريتشر او الكتله او الحجم او البريشر أو للغاز بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه. والموليكولار ويت طبعا بتبقى حضرتك، انا مدي لحضرتك قيم بتاع الموليكولار ويت بتاع الغازات. طبعا الجاز كونست او اليونيفرسال جاز كونستانت، حضرتك ده كونستانت انت بتبقى حافظه اللي هو 8.314 من 1000. طيب ساعات بنيجي نغير القانون ده، بنقول ايه؟ بنقسم على الحجم، بنقول البي بتساوي الرو في الار تي، لان الام على ما خدنا الفي حطيناه هنا في المقام، يبقى شلت الام على الفي هنا ديت، وبقت دي كلها ايه اللي هي الرو، وشلنا الفي من هنا كده، تمام؟ يبقى انا برضو ايه جبنا علاقه، استحدثنا علاقه اللي هي ما بين الكثافه والبريشر والتمبريتشر بالنسبه للجاز كونستانت. طيب وفي بعد كده انتقلنا للدرس بعد كده اللي هو ايه الفيسكوستي اللي هي اللزوجه، تمام؟ وقلنا التاو الشير ستريس، التاو بتساوي الميو دي يو باي دي واي، اليو التغير في السرعه بالنسبه للثيكنس بتاعنا، واليو اللي هي اللزوجه، والشير ستريس وحدتها نيوتن لكل متر مربع. بعد كده خدنا اللي هو الكابيلاري افكت، سوري كابيلاري افكت او ما يسمى السيرفس تنشن اللي هو التوتر الشد السطحي، تمام؟ وقلنا بقى ايه الاتش اللي هو الارتفاع بتاعنا، علاقه ما بين اللي هو ايه 2 سيجما كوزاين سيتا على جاما ايه في الار، والار هنا مش الجاز كونستانت، تمام؟ الار هنا اللي هو الراديوس للبايب او للتيوب، تمام؟ والاتش هنا الهايت اوف فلويد او ارتفاع عمود السائل، تمام؟ طيب 2 سيجما كوزاين سيتا، السيتا اللي هي ايه زاويه التلاصق المائع مع الانبوب، تمام؟ طيب بعد كده بقى نقلنا، خلصنا الجزء اللي هو الخاص بالفلويد الاستاتكس، تمام؟ نقلنا على الجزء اللي هو الداينامكس. طيب من الداينامكس بقى ابتدينا بقى اول جزء عندنا اللي هو في رينول ترانسبورت ثيري، تمام؟ استحدثنا اول معادله اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن،
ومنها قلنا الـ m dot n بيساوي الـ m dot out summation m dot n بيساوي summation m dot out. طيب الـ m dot اللي هي الرو في الـ a في الـ b، تمام، اللي هي وحدتها كيلوغرام على الثانية، تمام، اللي هي ما تسمى الماس فلو ريت، تمام. طيب لو انا هشتغل على الكثافات او الكثافات للسائل المتساويه، يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ هتبقى نشتغل على كيو ان بتساوي كيو اوت، تمام، اللي هي بقى ايه؟ عباره عن الاي في الفي للان بتساوي الاي في الفي في الاوت، ونقول السمشن مجموع المداخل بيساوي مجموع المخارج، وديت وحدتها متر مكعب على الثانيه، وديت ما تسمى بالفوليوم فلو ريت، تمام. طيب المعادله الثانيه اللي استحدثناها من رينول ترانسبورت ثيري، جبنا ايه بقى؟ اللينير مومنتم ايكويشن، تمام. تمام، القوة الدفعة الخطية، ماشي. طيب اللينير مومنتوم ايكويشن بتقول ايه بقى؟ سمشن الفورسز بتساوي الام دوت في الفيلوستي اوت ناقص الفيلوستي ان، تمام. طيب سمشن فورسز بقى، يا اما القوة اللازمة للتثبيت، عندي بقى الفورسز ممكن تكون مثلا الفورس اللازمة للتثبيت، ممكن انا عندي الويت، تمام، ممكن يكون عندي الفورس ديو تو بريشر اللي هي البريشر في الاريا، بتساوي الام دوت اللي هي بنرمز لها بالرو في الاي في البي مضروبه في الفيلوستي اوت ناقص الفيلوستي ان. خلي بالك اهم حاجه في الدرس هنا الاشارات، الاشاره بتاع القانون والاشاره بتاع الاتجاه القوه اللي انا بفرضها، بحدد الاشاره الموجب فين وسالب فين بالنسبه للواي دايركشن والاكس دايركشن، وتكمل الحل على الفرضيه اللي انت فرضتها، تمام. طيب بعد المومنتم ايكويشن نقلنا على كده على اهم معادله اللي هي ما تسمى بالانرجي ايكويشن او ما تسمى البيرنولي ايكويشن، تمام. طيب بيرنولي ايكويشن هنقول المعادله، هنكتب المعادله الرئيسيه ونشوف كده مع بعض تفصيل بتاع البيرمز مختلفه. البي واحد على جاما زائد الفي واحد سكوير على 2 جي زائد الزد واحد بتساوي البي 2 على جاما زائد الفي 2 سكوير على 2 جي زائد الزد 2 زائد الاتش لوسز زائد الاتش تيربن ناقص الاتش بامب. يبقى انا المعادله بتاعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 اطراف المعادله بتاعتي. على حسب بقى المساله بتاعت حضرتك انت بتقدر تختصر المعادله ديت. طيب لو انا المعادله بتاعي ما اتكلمش عن لوسز، ريحنا دماغنا، ما اتكلمش عن تربن، ما اتكلمش عن بامب، يبقى المعادله ايه؟ ما بين النقطتين دولت كده. طيب لو انا عندي البايب بتاعها هوريزونتال، يبقى ما فيش فرق في الارتفاع، يبقى الزد 1 بيساوي الزد 2. شوف انا عمال ايه احذف ازاي. طيب انا عندي الخزان مفتوح للضغط الجوي، تمام، يبقى ما فيش بريشر، الخزان التاني مفتوح للضغط الجوي، تمام. طيب انا عندي الخزان الاول مفتوح للضغط الجوي، تمام، يبقى انا عندي السرعه بتاعته بصفر، خارج الخزان نقطه 2، تمام، او مفتوح، يبقى انا اتفضل. طبعا ما فيش حاجه اسمها اصفار كده، لكن ده انا بوريك امتى بتحذف وامتى ما بتحذفش، يعني ما فيش كده. يبقى انا ايه المعادله؟ امال انا هطبق برنول ايكويشن فين؟ قصدي انا بعرفك امتى بس بتقول بتلغي الحاجه اللي زي ديت. طيب لو انا عندي ستاجنيشن، يبقى انا عندي السرعه الثانيه بزيرو، السرعه بتبقى بزيرو مثلا، يبقى انا لو انا عندي ايه؟ ستاجنيشن، تمام. لو انا عندي هنا الاتموسفيريك، طيب لو انا عندي هوريزونتال، مع ديت هوريزونتال، تمام. لو ما اتكلمش عن لوسز، لو انا عندي الفي مثلا ايه؟ تانك، يبقى شفت انت امتى ايه بقى ايه بتطبق الفرضيات المختلفه علشان تحذف وتفضل الحاجات بتاعتك اللي موجوده عندك تقدر تطبق فيها. يبقى احنا كده عرفنا الانرجي ايكويشن تطبيقاتها المختلفه، ونقدر نجيب منها ايه؟ البريشر ولا الفيلوسيتي ولا الشكل ده كده. طيب في عندك برضو بقى المانومترز،
اللي موجودة عندك. المانوميتر لو موجود بالشكل ده كده بيقيس ايه؟ ولو المانوميتر بالشكل ده كده بيقيس ايه؟ في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. في الحالة الأولى بيقيس static head، تمام؟ في الحالة الثانية بيقيس stagnation. تمام. في الحالة الثانية الفيلوسيتي بتساوي زيرو. في الحالة الأولى الاستاتيك هيد أو الفيلوسيتي لها قيمة، فاهم قصدي؟ يبقى الاستجنيشن الفيلوسيتي بتساوي زيرو، واتنقلت القيمة بتاعت الفيلوسيتي راحت على القيمة بتاعت الاستاتيك هيد اللي هو البريشر على الجاما. لما دي اتحولت كلها بزيرو، قيمتها كلها اختفت من هنا وراحت كلها إيه؟ على البريشر ده زادت، يبقى البريشر ده هنا زاد بقيمة ما تعادل الاستاتيك هيد زائد قيمة الكينيتيك انرجي اللي هي اتحولت لزيرو او اللي هو حصل نتيجة الاستجنيشن. واضح؟ طيب بعد كده بقى ايه؟ نقلنا على اللوسز. في نوعين من اللوسز، في ميجور لوسز وفي مينور لوسز، تمام؟ الميجور لوسز ديو تو فريكشن اللي هي نتيجة الايه؟ الاحتكاك. المينور لوسز نتيجة ايه؟ الفيتنجز او وصلات التركيب او المحابس او ايه؟ وصلات التانك والحاجات اللي زي ديت. المسمى بتاع الميجور والمينور، الميجور ان قيمة الاتش لوسز في الميجور كبيرة جدا مقارنة بالاتش لوسز في المينور، لدرجة ان ساعات في بعض الديزاينز ان احنا بنهمل المينور لوسز واحنا شغالين مع بعض، تمام؟ طيب قانون الاتش لوسز بقى في الفراكشن عبارة عن ايه بقى؟ اف في ال L على دي، دي سكوير على 2 جي، تمام؟ الاتش لوسز هنا في المينور لوسز بتساوي سميشن كي، مجموع البارامترز او المعاملات بتاعة المحابس في ال V سكوير على 2 جي. لو تلاحظ ان V سكوير على 2 جي هنا عامل مشترك، يبقى احنا بنقول ال H losses total بتساوي ال V سكوير على 2 جي، بنفتح قوس F في ال L على D زائد summation K، تمام؟ احنا كده جبنا ايه؟ مفاقيد بتاعتي كلها. واضح يا شباب؟ طيب بعد كده بقى بنيجي connection on pipes. تمام؟ أو ما تسمى بالبايب سيستم. في عندي نوعين من البايب سيستمز، في بايب كونكشن ان سيريز وفي ان ايه؟ ان بارلل، التوازي. طيب ايه الفرق بين البارلل أو السيريز؟ هنا التوالي وهنا التوازي. نعمل كده ايه؟ ورقة كده بتلخص الاتنين مع بعض، ورقة واحدة عشان نشوفهم. التوالي لو أنا عندي مثلا إيه؟ كيو واحد، كيو اتنين، كيو تلاتة. يبقى أنا عندي كيو واحد المسار الثاني كيو 2 والمسار الثالث كيو 3 والكيو توتال الميه داخله هنا واتفردت اتقسمت على 3 وبعد كده اتجمعت الكيو توتال. طيب ايه الفرق هنا بقى؟ تمام، ان الكيو توتال بتساوي كيو 1 بتساوي كيو 2 بتساوي كيو 3. هنا الكيو توتال بتساوي ايه بقى؟ كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 كميه الميه. طيب الكيو هنا A1 V1 بتساوي A2 V2 بتساوي A3 V3. طيب هنا A1 V1 زائد A2 V2 زائد A3 V3 بتساوي A total V total، تمام؟ طيب هنا بقى ايه؟ كميات المية متساوية، هنا المفاقيد بنجمعها. انا ال H
losses total بتساوي h losses 1 زائد h losses 2 زائد h losses 3. جوه كل واحده جواها ميجور ومينور، ميجور ومينور، تمام، اللي هي due to fraction و due to fittings. تمام، هنا بقى اللوسز h losses في المسار الاول تساوي ال h losses في المسار الثاني بتساوي ال h losses في المسار الثالث. يبقى انت في عندك، خلي بالك في التوازي الفرق بين كميات الميه ايه والمفاقيد ايه، وهنا الفرق ما بين كميات الميه ايه والمفاقيد ايه. هنا طبعا اللوسز جوه واحد جواها الفلوس بتاعتها اللي هتعوض في القانون بتاعها، وهنا الفلوس بتاعها اللي هتعوض في القانون بتاعها، وهنا الفلوس موجوده اللي هتعوض فيه، وهكذا. تمام، وهكذا. تخلي بالك، واضح يا شباب؟ بكده نكون عملنا مراجعه سريعه لمده نص ساعه على المنهج الفلويد ميكانكس. طيب النهارده الكونتينيوتي ايكويشن اللي انت هتبص تشوف ان انت هترجع تاني بقى في البايب لاين او البايب سيستم، بتطبق برنولي، بتطبق موجود الكونتينيوتي ايكويشن، بتطبق الفلويد بروبرتيز، بتطبق حاجتك كلها. نسينا نقول جزء كده في الستاتكس، معلش، اللي هو ايه الجيتس، سوري، الهيدروستاتيك فورس اون سبميرجد بلينز. احنا هنا قلنا ايدال جاز لو، وبعد كده الفيسكوستي، بعد كده الكابيلر افكت والسيرفيس تنشن. في جزئيتين نسينا نقولهم في الفلويد ستاتكس هنا قبل ما نخش على الفلويد داينامكس. هنا في عندي جزئيه الجيتس وفي جزئيه البريشر. تمام، هنقف كده، نيجي تحت هنا كده ونشرح الجزئيتين دولت سريعا. اول حاجه عندي البريشر، تمام، بيساوي رو في الجي في الاتش. بتطبق المانومتر، القاعده المشهوره بتاعتنا اللي هي نازل موجب طالع بالسالب، دي القاعده الشهيره. لو انت عندك المانومتر بتاعك مفتوح للضغط الجوي يبقى انا عندي القيمه بتاعتي هنا بتساوي زيرو، على اساس ان انا بشتغل جيج بريشر. طبعا في الانواع البريشر او المفاهيم بتاعتنا، في الاتموسفيريك بريشر وفي الجيج بريشر وفي الابسوليوت بريشر. طيب تمام، يبقى انا عندي الابسوليوت بريشر، البريشر بيساوي الجيج زائد الاتموسفيريك بريشر اللي هو ما يسمى بالضغط الجوي. تمام، الجيج بتاعي بريشر لو بالموجب في الاتجاه العلوي فبيسمى جيج، لو ناقص في الاتجاه السالب اللي هو الناقص لو تحت الخط، لو بتفتكر عايزك تحفظ في بالك الكيرف ده كده، لو تحت الخط اللي هو الاتموسفيريك بتاعي في الماينس جيج هنطلق عليها رمز ايه او ما يسمى بالمصطلح الفاكيوم اللي هو ضغط التفريغ. بعد كده من البريشرز هناخد الهيدروستاتيك فورس اون سبميرجد بلينز اللي هو البوابات، والدرس بتاعنا اللي هو ما يسمى بالهايدرو ستاتيك فورس اون سبميرجد بلينز. طبعا الدرس بتاعنا ده فيه نصين، الفلات جيتس وفي الكيرفد جيتس. تمام، احنا اشتغلنا على الفلات جيتس. طيب الفلات جيتس عندي فيه الفورس بتاعني الرو في الجي في الاتش في الاريا، تمام، ومركز ثقل المكان نقطه التاثير اللي هي الواي ار بتساوي الواي سي زائد الاي اكس اكس على الواي سي في الاريا. تمام، وتخلي بالك لو انا عندي البوابه بتاعي، تمام، مركز الثقل او الواي سي في نصف البوابه. طيب لو انا عندي المساله بتاعي بتقول ان البوابه تبعد، يعني السطح بتاعي هنا كده والبوابه بتاعي بتبعد مسافه عن السطح هنا، يبقى انا عندي ديت البوابه بتاعي مثلا وليكن الميه بتبعد او عمق البوابه مثلا 3 متر وديت 4 متر، البوابه بتاعي طولها 4 متر. طيب الاتش الواي سي بتاع البوابه ديت عباره عن ايه؟
نص البوابة هنا عند 2، تمام؟ طيب يبقى الـ HC بتاعي بكام؟ بالتلاتة زائد الاتنين، يبقى أنا عندي الـ HC بتساوي 5. ما تقولش 3 و4 7 نصهم 3.5، لأ، أنت بتاخد مركز ثقل المستطيل اللي هو بتاع البوابة بتاعي بس، اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجزء إيه؟ البوابة بتاعي اللي هو نصه، اللي هو نص الأربعة 2، وكان فوقها جزء مغمور بالمية اللي هو 3، يبقى الارتفاع بتاعي كله 3 زائد الاتنين اللي هي بكام؟ ب5. خلي بالك عشان ديت الناس بتغلط فيها كتير قوي. تمام يا شباب؟ طبعا كده احنا نبقى خلصنا مراجعة الفلويد ميكانيكس السريعة، شرحنا المنهج بتاعنا كله اللي احنا درسناه خلال الفترة اللي فاتت في محاضرة تقريبا حوالي 50 او 40 دقيقة في كل المنهج بتاع الفلويد ميكانيكس، وهنبتدي دلوقتي نجاوب على الاستفسارات بتاعت حضرتك.